معانا الشاعر الجميل ود المجاور. مرحبا بك وصباح الخير. مرحبتين حبابك، والله صباح الخير. سعيد كل السعادة أن أكون ضيف في برنامج فنجان قهوة على قناة الخرطوم الفضائية. نعم، انت بتحب دايما يقول لك ود المجاور ولا ابراهيم ناصر؟ والله ود المجاورة دي صراحة هي دل اللغب طبعا، وهي الغرية الغرية ذات الذي أنشأت فيها وترعرعت فيها كانت المجاور، وأنبع الشعر من تلك الغرية الجميلة الخلابة. يعني وين بتقع الغرية الجميلة الخلابة الوادعة دي؟ هي في ولاية النار محلية ولاية الداري والمزموم، الدالي أيوة طبعا والمزموم، مناطق زراعية مناطق ومناطق زراعية جميلة جدا مشاريع كبيرة، في الخريف. مشروع الدالي والمزموم. برضو نحن بنحيي كل ناس الدالي والناس المزموم. المنطقة ادتك شنو بالتحديد بما انها منطقة زراعية يعني ود صراحة المجاور؟ المنطقة هي كثير يعني خيراتها وفضولها كثير علينا، هو من الإبداع والجمال والفهم والرقي. والله صراحة كده المنطقة يعني أدتنا حاجات كثيرة، وهي طبعا دايما شفت مناطق الريف والغرى تمتاز دايما بالمبادئ وتمتاز بالخضرة والطبيعة بتاعتها. دايما الطبيعة بتكون جميلة. خلينا ندخل مع المشاهدين بقصيدة أولى وأرجع أتونس معك إن شاء الله. قصيدة أولى طبعا هتديني أستدعى لا من قصيدة، بداياتك ولا أكيد طبعا حاجة؟ من البدايات أنا أستدعى لك قصيدة من بداياتي في الكتابة، هي كانت بتكون قمرة. كفاك لا تغيب يا قمرة، عتمة سواد الليل تغمرني، بسمتفاهك الغنائي ونور خديك يبهرني، حديثك زي وتر بيرين وليمك زايد الشجني، خطاب الريد معاك أسهل شعاع الحب والزمني. كفاك لا تغيب لا قمرة، أفتش في حواس الليل أمرقك في السكون ضمة، واسكن جوا في الوجدان ودور منايا ينتم، وده كان يا قمرة كل مناي وافرح بيك فوق لمة. كفاك لا تغيب يا قمرة، غيابك عتم الدنيا وتوه العجم وفصيح، صحيت ضنضم في نص الليل تقول مجنون وماني نصيح، سمحت الوالدة تنده لي هوي يا جناية ليه بالصيح، قلت لقلبي ما هو سليم قلت لقلبي ما هو سليم، زول الرايدة في التشريح. كفاك لا تغيبي يا قمرة، بنتعب والله في غيابك. كفاك لا تغيبي يا قمرة. يا سلام، دايما الشعراء يعني بيستعيروا القمرة في وصف المحبوبة، ولا ما مظبوط؟ ولا هي حقيقة ما طبعا هي محبوبة، بتدي معنى، هي المنطقة. أكيد طبعا المنطقة الحساسة أصلا بتدي أيوة معنى كبير خالص في التشبيه. أيوة. كتبت للوطن كثير ولا ما والله عندك الوطن كده؟ كتبت فيه كثير ما شاء الله، يعني أعمال كثيرة ومن بعضها اتغنت، بس الآن عندي أغنية عنها حامد كسلة وطني العزيز، وأغنية عن صافي كسل أيضا شباب عزة ايوه مركز، شايفك على خط كسلة كده يعني. طبعا والله تركيز. صراحة الفنانين يعني جميلين خالص، يمتازوا بصوت جميل. حامد كسلة درامي حامد كسل وفنان على درامي فكرة. حامد وأيوة طبعا من يمتاز بصوت اصواتك، جميل خالص، صوته جميل جدا، يمتاز بصوت جميل. أيضا خاصة صافي لما كسل يغني لحيدر بورسودان، كمان يجيد اغاني حيدر شديد، بورسودان وصافي يعني. كسل أيضا يعني ايوه صوته جميل. هي الأداء الأغنية اللي اتغنت شباب عزة في الثورة يعني جميلة خالص، كانت جميلة. نسمع أبيات شعرية منا ممكن، ولو واحدة تانية ممكن برضو. لا أديك واحدة تانية لأنه منا ما اتفضل. حافظها، أيوة أديك واحدة اتفضل. تانية اسمها صرخة وطن. فيك الشباب ساير من الوطن من ال... فيك الشباب ساير من الظلم ينهان، أرض الجمال والخير يا عز لي مكان، وطني العزيز غالي شامخ علاك أوطان، توتيل جبل مرة فيه جمال وأمان، والعزة في بلدي والدولة هي السودان. أكمل لك ولا كده يكفي؟ قصيدة طويلة خالص كده يعني. يكفي. انت يبدو انك مشكلة مع الحفظ، ولا حياتك كلها بتحفظها عاملة لك بالمناسبة أنا أعمالي كثيرة خالص، عشان كثيرة كده الأعمال لما تكون كثيرة بتسحم الراس، بتسحم ال ودي أعمال حية يعني جديدة حصرية ما لسه ايوه ما طال الزمن لسه عليها ما طال الزمن عشان تتركز في حقيقة في الذاكرة. الحفظ. أيوة نعم. نعم. طيب انت عادة كتاباتك بتدونها ولا فقط الا للفنان بتدونها له او تقول له هو يحفظها يعني لا لا او طوالي يكتبها ولا كتاباتي كلها بدوينة عندي، بعدين انا الاعمال الغنائيه ما كثير عندي، ما بحب اكتب الاعمال الغنائيه صراحه، بس في بعض الاحيان لما تقول عن الوطن لا يستحق منك كل شيء يعني. صحيح تغني له. ايوه طبعا، صحيح. لكن الاعمال الغراميه والغزل بس فقط استماع. استماع. ايوه نعم. قاعد تستشير ناس فيها، ما ممكن يعني اغاني الغزل قصايد الغزل دي ذاتها ممكن تكون مغناه يعني.
حقيقة. طيب أنا أغاني الغزل دي ما قاعد أستشير فيها زول، بس الكتابات بتاعتي طوالي عندي البروفيسور اللي أنا عطيها، هو خالي طبعا طوالي ما شاء الله من أسرة فنانة يعني. الحمد لله، أسرة عريقة كلها تمتاز بالفن والأدب. طبعا قاعد أستشيره في قصايدي وبراجع معي طوالي في القصايد. عندي قصيدة راجع لي بتقول جمالك، القصيدة دي اتكتبت قريبة وحديثة أيضا، بس راجع عبر الوسائط ممكن نسمعها. كتبت بعد جيت انت من سنار ولا؟ لا أصلا أنا الآن مقيم في ولاية النيل الأبيض، ربك. ايوه في ربك يعني. أيوة نعم، كتبت في ربك؟ اتكتبت في ربك. في ربك، يلا نسمع. طبعا القصيدة كتبت في خطيبتي صراحة، يعني في الخطيبة طبعا. مع انه انا كنت عايز اقول للمشاهدين انه نحس نشوف الكتابة دي مين في ربك يعني. طيب جمالك، من جمالك والله تهت وساهي يغلبني الكلام، وفي عيونك يا ما شفت قصة الريد والغرام، قصة تحكي عن المحنة ليه أجل درب السلام، والسلام اللي في طريقك يبقى ليك شاي الملام، والملام اللي من عيونك تبقى لي أصو ظلام، والظلام الليل حالك يغلب المحبوب ينام. وصل الريد يا قماري للحبيب الديم غالي، واحكي ليه عن المحنة طيف وما بارح خيالي، ناسي أحلام المعاي داير يشمت لي عزالي، والله عالم بيها حالي لما غاب مني البلالي، الدموع ما دايرة تصبر نازلة زي مطر الليالي، والقلب ضرباته زايدة وكل حواسي صفت يا غالي، من جمالك والله تهتى ساهي يغلبني الكلام، وفي عيونك يا ما شفت قصة الريد والغرام. انت لسه خاطب ولا خلاص تزوجتها؟ والله على وشك. على وشك، ما تخاف انه الخطوبة دي تفركش وتبقى انت يا حسرة يعني كتبت؟ لا اكيد طبعا انا متأكد تماما. كانت تتريس لما تتزوج بعدين تفصي عن لا طبعا انا متأكد تماما من الخطيبة ومن الاهل، لانه هي قريبة يعني ما بعيدة، لا خوف على ذلك. نحن حنرجع مرة ثانية للتي في يو وخليك معانا، حنواصل ان شاء الله فنجان القهوة. نرجع للزميلة ريم ابو سنينة. يا ريم، في الاستديوهات الرئيسية قناة الخرطوم الفضائية في الخرطوم، وتحايا صباحية جميلة نبعثها من الولاية الشمالية محلية البرقيق داخل مستشفى البرقيق التعليمي، وتحديدا نبعث بتحايا الصحة والعافية من داخل قسم غسيل الكلى بمستشفى البرقيق. إذن التحية لكل الأحباب المتابعين. طبعا مرات التي في يو الشغل المباشر ده على فكرة داير ستاند باي عالية يعني، ممكن في اي وقت الشبكة تقطع. انتوا رأيكم شنو يا رحاب ووجدان الاخوة في الكنترول؟ تدخلوها بالتليفون، ممكن تدونا ريم بتليفون الارضي وتحكيس لنا اللي حصل شنو في الافتتاح ده وشكل الناس والحضور، ممكن تدينا معلومات ضافية عن هذا الافتتاح، لأن الشبكة شكلها حتعاكسكم إلى أن ينتهي الزمن. أنا أخشى أنه ما نأخذ منها المعلومات. حاولوا دخلوها بتلفونها الخاص، لأن شبكة التي فيو هو كمان برضو مربوط عنده علاقة بالشبكة، فبالتالي ربما الصوت ما يطلع نقي ما يطلع واضح فما بتصل المعلومة. لكن على حسب المعلومة اللي عندي هو طبعا افتتاح مركز غسيل الكولا بمحلية البرجيج بدنقلة. لو رجعت ريم حنرجع لك يا ريم، لكن نواصل مع الشاعر الجميل في فنجان قهوة إبراهيم ناصر ود المجاور. مرحبا بك يا ود المجاور مرة ثانية. مرحبتين حبابا. قلت لي ما بتخاف انه تحصل فركشة كده من الخطوبة دي؟ ما مرحلة بتاع الدراسة، ممكن طيب بعد شوية أقول لك إنه الخطوبة دي الخطوبة عندي أنا. طيب الخطوبة عندي أنا بالضبط كده، الشاعر إبراهيم ناصر هي شيء مؤكد يعني، طالما إنه أنا خطبتها مؤكد إنه خلاص أنا حتزوج يعني إن شاء الله، إلا حصلت بإرادة رب العزة يعني أكيد طبعا. إن شاء الله ربنا يتمم على خير، اللهم آمين إن شاء الله. ربنا يديم الجمال بين كل الناس. عايزين نسمع تاني كمان قصيدة، وقبل ما نسمع القصيدة يعني انت عندك من النوع اللي بيقول لك انا لازم في وقت معين اكتب الشعر، يعني مثلا اقوم الصباح بدري قبل طلوع الشمس الصباح الباكر؟ في ناس يقول لك انا مع القمرة كده بقدر اكتب اجمل يعني. طيب صراحة هو الشعراء ده اللي يمتازوا من بعض الى اخر. بعدين الشعر انا بالمناسبة بالنسبة لي الشاعر ابراهيم ناصر الدين المجاور ما عنده موقع ولا زمان ولا مكان.
انا دائما بقول عن الشاعر هو عباره عن صحفي يحمل كاميريا يصور المشاهد الكعب والسمح. ده الشاعر صحيح. ايوه نعم يعني هو مرايه. ايوه طبعا بدون ازمان او مكان. ايوه الشعور دائما بكون مرافق الشاعر، طالما هو شاعر ولد شاعر بكون الشعور دائما مرافقه. بس كيف يكون تصوير المشهد؟ ده طبعا بيعتمد على المزاجيه. انا كنت اسال اقول لك المزاج ما عنده هنا دور. ايوه اكيد طبعا 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 في اجواء دائما تكون مهيئه للكتابه. في بعض الناس، انا ما عندي مشكله، عادي مسافر بكتب، في حافله بكتب، ما عندي مشكله. على حسب ما وقت ما تجيك الالهام او حاسه الكتابه، خاطره الكتابه حقيقي بتقوم تكتب. يعني ما عندك مكان، ما عندك زمن، ممكن الساعه 12 بالنهار عادي جدا في نص السماء انت عادي ممكن تكتب يعني. عادي طبعا ما في مشكله. بتهتم بالقضايا العامه في المجتمع حقيقه طبعا ولا؟ حقيقه انا الان عضو فعال، عندنا جمعيات شغاله، عندنا جمعية محسنين بلا حدود دي في ولاية سنار في محلية الدال المزمون في قرية المجاور. جيت ثاني هنا النيل الأبيض، الآن عضو في جمعية فاعل خير برضو في النيل الأبيض ربك. أسسنا الجمعيات دي والآن الحمد لله شغالين يعني. بعد أنت محسوب وين؟ محسوب سنار ولا محسوب النيل؟ والله أنا كده بقيت مخلوط نصينا ونص. أيوة حقيقة طبعا، لأنه في الزراعة في الوقت الخريف أنا بمشي ولاية سنار محلية الدال المزمون. لما يجي الصيف بيجي النيل الابيض بكون متواجد هناك. نسمع ثاني قصيده حسمعنا شنو؟ المره حغير لك الضرب تماما. امشي لك لضرب الدوبيت. ايوه وتكتب كمان في الدوبيت. الحمد لله من العاميه للدوبيت طوالي. طبعا الدوبيت هو من مكتبه الباديه. صحيح. جايبه من مكتبه الباديه، صراحه قبل ما اعرف مكتبه الباديه ما كنت بكتب دوبيت. لكن بعد ما عرفت مكتبه الباديه وانضميت مع الاساتذه والشعراء بكيف بكتب دوبيت. عرفت الدرب للدوبيت. ايوه حقيقه. يلا نسمع. طيب انا ابدا لك ب الدعج المفدع من وسطها نحيلة مربوعة غوام والقدل فيها تقيلة ضامرة هاف وعالي أرداف بشوف عديلة غير وجناتة والخصر المضمر هيلة غزالة وفي اللون فريد في جيلة نازل دي سلا عند الردف ومهيلة الخلاني سهر الليل وعينك حيلة من الفيها يا الأخوان غلبني الحيلة بكل صراحة ما تغزلت شان انساكي عارف قليبي ما ظنيت حاب بسواكي يموت بالغيرة كان شاف النسيم هباك رفغا بيا يا السمحة أحشمي قفاكي جمالا فيها ما لاقيته في البشرية كم ما خاف الحساب بقول لك عدي الحورية الصدف الغريبة ما قايل تجيب قمرية قلبي انتهى من شوفة السمرية وفي آخر الحديث أنا تب بدور ألقاكي شان يا السمحة مليت من عذاب فرقاكي بدور الراحة في جيدك ونوم بقفاكي يزعد قلبي بقربك وأبقى معاكي. يا سلام. بتحب المجاره في الدوبيت؟ عندك اصحاب يعني مرات كده بتسمعوا مع بعض ولا ما عندك اصدقاء كثير بيكتبوا؟ صراحه الاصدقاء في الشعر بالذات في الدوبيت ما ينعدوا كتار ما شاء الله حقيقه يعني. من ضمنه مع الشاعر احمد سليمان عبد اللبيط صقر الباديه وجاد المولى حمد وجاد كريم الان برضه قاعد اتجادل معه الناجي ودرجب ابو زحل يعني ما اقدر اعدهم ليك يعني شعراء كتار خالص. مرات شنو الحاجات اللي بتسوقكم للمجادعات يعني نوع النقاشات اللي بتدور بيناتكم يعني الونسات؟ طبعا الونسات هي متنوعة بتحدوا بعض يعني الونسات كلها طبعا متنوعة يعني احنا مرات بنقول دارين نتجادح في الغزل مرات في الاخوانيات مرات الشكر الحماس في كل الظروف احنا بنتجادع بس بعض المواقف هي مرات بتجيب الكلام ده بتكون اخوك طول منك بتخرج عليه لما بتراسله وما يرد عليك طبعا ده هنا بيكون في عتاب ثقيل. لما يرد عليك خلاك شنو انت فجأة كده تحب الدوبيت يعني او تميل لكتابة الدوبيت بعد القراية اللي عن 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 اشعار الدوبيت وقربت للحتة بتاعت الدوبيت دي ولا اصلا انت كانت عندك النزعة دي جواك لكن ما كنت مكتشف انك انت في الدوبيت ممكن تكون؟ طيب انا داير اقول لك هي طبعا الدوبيت ده دائما هو ما هو من البادية صحيح وأنا من البادية طبعا الوالد الله يرحمه كان دائما بيغني للدوبيت هو بيقول دوبيت أصلا بس أنا الزمن ما زعفني هو توفى عليه رحمة الله ربنا. ما لقيت من كتاباته شيء لكن أخواني كان بيقول لي أنه أصلا والدنا كان أيضا يتكلم الدوبيت أي لكن بيكون بعفو الخاطر يكون ما بيدون وما كده أيوة طبعا ما بدوين كان هو ما كان بيدوبي على طول بس ما بدوين
طبعا انا جاي من الباديه لابد ان يكون عندي الدوبيت، لكن ما كان في طريقه للاحياء او ما كان في فكره لاحياء الدوبيت فيني بالضبط، يعني ما لميت بمكتبه الباديه. الغزل كان شغلك شويه اكيد طبعا. طبعا القصائد العاميه كثيره خالص. ايوه اي لانه على طول بكتب قصائد عاميه. يلا نسمح تاني قصيده تختار لنا، لو للوطن لو للغزل لو زي ما تحب يعني. للفراق. للفراق. فراق. مرت الايام عدت والظروف قالت كلامه، والليالي صعيبه بعدك والقلوب زادت سغامه، كيف بلاك تصبح حياتي انت يا خاتي الملامه، كنت بسمه ناس غلابه وفرحة لأطفال يتامى، إلا هالحنية منك وإنت عنوان المحنة، كان منايا نعيش حياتنا ونبني من آمالنا جنة، ننثر الحب في ربوعنا وكل عاشق لو تمنى، إلا هي الأقدار بتكسى شان تفرق كل أملنا، والله في دنيانا فرقة الأيام الصعبة جاية برضو ما عارفين عذابك، لينا يا ناس الحكاية ببقى مجبور لفراقك، دمعي جاري في أسايا من رحلتي وفتي لحظة، كنت بحلم برجوعك كان مناية تكوني جنبي، وبالفراق فاضت دموعك كنت سمرة في حياتي وكنت بقطف في غصونك، وديما بحلم بيك زهرة وصلوا ما تمنيت قلوعك، وديما بحلم بيك زهرة وصلوا ما تمنيت قلوعك. يا سلام. بعد الفراق بعد الألم بعد الندم، يعني انت من النوع بحب الفراق ولا ما بتحب الفراق؟ وبالنسبة للألم يعني متين انت بتتألم كشاعر؟ وللندم متين ندمت على قصيدة انت كتبتها يعني؟ طيب انا ما ندمت على شيء، لكن بتألم قبل ما اخش القفص الذهبي كنت بتألم صراحة. دايما في مواقف بتخلي الواحد يكتب عن الفراق وعن الألم. في مواقف انا مرت بي خلتني اكتب عن الكلام ده يعني. خصوصا في كنت في الصغر يعني قاعد استدعى القصايد دي بالمناسبه، لما اكون لوحدي بستدعى القصايد دي كلها تجي، والمواقف اللي مرت بي في الصغر. ايوه من اهمها شنو القصايد دي اللي ممكن نقف عندها؟ من اهم القصايد الخاصه مثلا بالفراق غير السمعنا يعني. طيب والله انا الان او بمرحله سنيه باكرة شوية. أيوة. أنت لسه طبعا صبي يعني حقيقة، لكن مرحلة بداية تفتح الإنسان كده على العاطفة والحب اللي بيكون جياش كده في سن عمرية معينة. طيب من أهم المواقف صراحة هي المواقف، أنا غايت مرت بي المواقف في سن 21 22. دي المواقف اللي مرت بي الآن، أنا في 26 سنة. دي المواقف اللي مرت بي، أهمها طبعا مواقف كانت شوية صعبة دي مرت بي وكتبت فيها الكلام ده، بس ما أقدر أستدعي عليك القصيدة. يلا يعني نسمع، كتبت فيها أهم المواقف. نسمع قصيدة تختار لنا أنت. طيب أختار لك أنا قصيدة صغيرة كده. في جوايا نار واقدة عجز موج البحر يطفاها، وفي عمق الجرح زايد في الآلام، في عمق الجرح زايد وعاني كمان من الآهة، وساكنة في جوا الضلوع يلبي حبي كتباها، لما شوف عينيك انتي تزيدني عذاب دوام، أهواها مشاعر جريحة في الأشواق ما لاقي الدواء بشفاها، وين البنية السمرة واقفة هناك هي الواقفة زي نخلة، والزهور حفاك بفرحة وفاح أريجك أحلى نسمة، في رموشك شي عجيب حيرني يا مو زادني لهفة، حتى همسك لي لامس عطرني طيبك واندهشت، تو وحدي حالي شغلت بالي قدالة ليك أنا انشرحت، شعرك حرير منسوج ناعم بيضي جبينك انبهرت. دي القصيدة الحسينة طبعا ما دار أطيها لك لأنه هي طويلة. دايما قصيدة انت من النوع البنبهر يعني سريعا كده، النوع البنبهر بتكتب دايما في الشكل الخارجي أكتر ولا مرات عندك حاجات بتهبش فيها الجوهر الإنسانية؟ والله ما قاعد كشاعر عليك بالظاهر يعني. لا صراحه ما قاعد اكتب في الظاهر كمان دائما بكتب انا في الجوهر الداخلي الداخلي. كل كتاباتي يعني كل الناس اللي مريت بيهم والمواقف اللي مريت بيها عشان ما انا اكتب القصايد دي هي خلتني
أنا ألتمس الجوهر داخلي في الإنسان. نعم، شكرا شكرا الشاعر الجميل إبراهيم ناصر ود المجاور على فنجان القهوة الظريف والجميل ده، وتحياتنا لخطيبته في ملابقة 10 على ود المجاور. تسلم يا أخي، التحية لك. فركش كده ولا كده أجيب الحوار ده نعيده له. شكرا لك، وشكرا شكرا لكل السادة المشاهدين. بكده بنكون وصلنا لختام هذا اللقاء من استوديو صباح الخرطوم حتى جديد المتقى. لكم تحية، يعني إلى اللقاء.